قد سمعت بواحد صار طيار بسبب لعبة؟ أو واحد تغير مستقبله بسبب لعبة؟ أنا ما أفهم كثير في الألعاب الإلكترونية، لكن ودي أسأل سؤال، إيش أكثر لعبة إلكترونية تحب تلعبها؟ إيش أكثر لعبة أحب ألعبها؟ صراحة ببجي، والله للأمانة ما ألعب ألعاب إلكترونية حاليا. وببجي، فيفا أكيد، كول أوف ديوتي، الفيفا